تأخر الحمل من المشاكل التي تصيب نسبة غير قليلة من المقبلون على الزواج أو المتزوجون. طبعا هي بتمثل حوالي 15% من نسبة الزيجات الكلية. في أسباب كثيرة تؤدي إلى تأخر الحمل، طبعا هذه الأسباب قد تتعلق بالرجل وقد تتعلق بالسيدة وقد تتعلق بكلاهما معا. 40% من الأسباب تتعلق بالزوج، و40% من الأسباب تتعلق بالزوجة، و20% من الأسباب بتكون أسباب مشتركة بين الزوج والزوجة. بالنسبة للزوج طبعا احنا عارفين ان كل ما هو مطلوب منه لحدوث الحمل هو انتاج عدد وفير من الحيوانات المنوية بقدر كافي معين، بحيوية معينة، بحركة معينة، بسلامة معينة، بعدم وجود نسب تشوهات، وبالتالي فإن أي شيء قد يؤثر على إنتاج الحيوانات المنوية قد يؤثر على تأخر الحمل. يعني لو حصل نقص في عدد الحيوانات المنوية أو في حيوية الحيوانات المنوية أو في قدرتها على الحركة أو زيادة في نسب التشوه، كل دي أسباب قد تؤدي إلى تأخر الحمل. طبعا احنا عندنا اسباب كثيره قد تؤدي الى وجود مثل هذه العوامل في الزوج، منها عيوب الغده النخاميه او يكون في عيب في الخصيه زي حدوث التهابات مبكره في الخصيه او الخصيه المعلقه اللي بيتولد بيها الاطفال الذكور وبيهمل في علاجها، فده بيؤدي في النهايه الى ضمور في الخصيتين وبالتالي يؤدي الى مشاكل في حدوث الحمل مستقبليا. برضو بالنسبة لحدوث عملية العلاقة الزوجية الكاملة، أحيانا بيكون لدى الزوج عدم قدرة على هذه العلاقة وبالتالي لن يكون هناك قدرة على الإنجاب بالطرق الطبيعية. أما بالنسبة للسيدة، طبعا إحنا عندنا أسباب تأخر الحمل كثيرة جدا، والسيدة أصعب من الرجل. يعني الرجل عشان نقدر نشخص أسباب تأخر الحمل المتسببة أو المسببة بالرجل، فإحنا بنعمل تحليل سائل منوي، وهذا التحليل بيبقى مرحلة نهائية أو بيكون كافي جدا لأن إحنا نعرف حالة الزوج. أما بالنسبة للزوجة فإن أنا عندي المنظومة متكاملة. هذه المنظومة قد يكون في خلل في أي شيء في هذه المنظومة قد يؤدي في النهاية إلى تأخر الحمل. عشان يحدث الحمل بالنسبة للسيدة يجب أن يكون هناك مبيض قادر على إنتاج البويضات. لو في ضعف في التبويض أو ما فيش بويضات موجودة في هذا المبيض أو في بطانة مهاجرة في هذا المبيض، كل دي أسباب قد تؤدي إلى تأخر الحمل. أما بالنسبة للبيضة بعد كده بتعدي في قناة فالوب، فلو في أي شيء غير طبيعي في قناة فالوب قد يكون هذا سبب كافي لعدم حدوث الحمل. وأهم الأسباب التي تحدث في قناة فالوب وتؤدي إلى تأخر الحمل هي الالتهابات الحوض الشديدة، بالذات ميكروب الكلاميديا والميكروبات الأخرى، والتي تؤدي إلى انسداد في طريق الأنبوبة أو تؤدي إلى وجود التصاقات حول الأنبوبة، وفي الحالتين لا تتمكن الحيوان المنوي من لقاء البويضة في الأنبوبة، أو بيكون في سيليا أو أهداب موجودة في جدار الأنبوبة بيكون فيها مشكلة، أو بتكون الأنبوبة غير موجودة أو بتكون متشالة جراحيا، وفي كل هذه الحالات بيتأخر الحمل.